بولدابي تيفي إسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ محمد سلة من دولة الأفريقية مالي وأنا ادرس في هذه الجامعة خلال الان ثلاث سنوات في الجامعة وانا في المستوى الخامس في هذه الجامعة والحمد لله اني بسبب الذي اخترت هنا لاني قبل هنا التقيت مع احد مشايخ من هنا واخبرنا ان هناك الجامعة في اندونيسيا هنا عندهم والحمد لله اخترنا هنا ايضا افضل في دراسة الشريعة في في العالم حتى قال لنا الدكتور احمد سانغاري رحمه الله ان افضل الدراسه في الشريعه في الدنيا هي اندونيسيا ولذا اخترنا هنا ولذا نحمد الله على سبحانه وتعالى على نعمه الذي فضل علينا في هذا المكان وايضا ونحن شعرنا اننا في هذا المكان المبارك هنا اربع سنوات تدرس وتتعلم وتاخذ الادب من هنا وبسبب كل هذا اخترنا هنا ولا فيه في المشكلة هناك لماذا نحن هنا خلال أربع سنوات كل شيء المعهد ماذا يكلفك به مثلا لسبب السكن أو الطعام أو الدراسة أي شيء تحتاج إليه تحتاج إليه أنت تطلب من المعهد فيعطيك فهذا نعمة كبيرة فهذا نعمة كبيرة لسبب هذا نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا ثم بعد ذلك اريد ان اقرا لكم بعض الايات من سوره الاسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. تفينيا تيفي، امة الاسلام.